خالتي محرزية قلت لي عندكم سنين تسكنوا لهنا في البرطمان هذايا واليوم تلقاو رواحكم مهددين بالخروج، فما شكون يحب يخرجكم؟ احكي لي شوية. مي ما احنا توا عندنا بلاصنا جديد وكارين من عند اليهودي قصقاص عبر شارع باريس كلي عزيزتي اللي يرقد ويقوم رقدنا وقمنا جا هذا قراو نتاعي لا سمعنا تباع لا جانا شكون شدنا يهدد فيا هذيك بنتي عمرها 4 سنين اللي ريتها اش يحب؟ يحب ياخو واحد منا كريه من عنده حتى 100,000 توصيل اللي هو باسمه هو باش ياخذه هو. بنيتي ربي معانا دارنا خرجنا بالواحد شخلى فينا؟ خرج واحد شرى المحامي شرى له كرهبه وخباله التعقيب حتى خرجوا. عندنا راجل مسكين قتلوا بجلطه يدقوا عليه النار كل تجلط. خرج شكون اللي حاسه قداه خذاه برطمان؟ اي خرج واحده بالكذب شمع لها دارها خرج تكلم في جارتها باش تكلم جارتها تعيط لراجلها سكر عليها الباب وعمل لها طرف احمر قال مسكينه خرجت حتى من كسكسيها يفور ندور ولوح خرجها بالتزوير. بعد عمل لنا قالنا دار قال هذه شركة لوكو. يا ولدي انا لوكو راه نتاع كسكاس انا لوكو ها شو يدقوا علينا منهم مره. انا راجل مريض بالقلب ومشيت نداوي نهار مشيت لهم المركز مشيت للحي الخضراء بنيتي ناخذ في طرف الدواء يدقوا عليه وهو راجل كمان مريض يدقوا عليه جارتي الله يذكرها بالخير ذيك ساكنه من اللي بنتها عمرها 60 سنه هاي توا هاكا مسكينه هجت هربت منه مشات حدا بنت اسمع قالت له شبيك تهدي ولدي المراه مش هنا ثم راجل مريض قال باش نخرج وش يمني فين خرج نحطه نهزه للدار العزز وباش نشمع الدار. قالت له المراه مشات تداوي انا اهبط خاف اهبط قالت له اهبط كي يجي المراه الراجل كيف جيت انا جبت اوراقي في يدي اللي انا كنت نعدي قالت لي جارتي قالت لي يا اخي المحرزيه وراه هكا يهدوا راه باش قالوا قلت لها وراجلي قالت له ليه نخرجوه قال لها الراجل خرجوه نهزوه لدار العز باش نشمع. جيت انا مشيت حمر عيرانا المركز نتاع هذه نتاعنا قلت لهم قولوا لي دخلت لهم ما نكذبش عليه قلت لهم اليوم انا يا عمي يا حبس هديت على راس المركز قلت اش بيك شنيا قلت لهم مسيبون علينا سمح ذا واحد قلت تفرج خويا انا وين كنت راجلي متبقل راجلي توا مريض راه هو راه هو باش يقتلوا. يا سيدي وعملوا رواحهم هداوني وددد وما عادش يجيك ودر شنو بنيت النهار الكل وهو اش نعمل؟ نكون نخسف الصابون طعم القر نسكر طب انا نعمل روحي مرام يهدوا علي مرضوني قتلوني يا بنيتي الجيراني الكل مش ليا برك اللي عملوا فينا خرج تر الجماعه اللي قتلهم واللي جلطهم واللي عطاه الكراهب شرى الكراهب باش يخبي التعقيب ويخبي شنيا هو ذاك اللي يعمل 15 يوم بعد يحكموا عليه. اي شنو يا بنيتي هذا يا سيد الرئيس عمل لنا حل بلاصنا جديد هد مطيح لنا سقفنا هد هذاك كان بلاص عزيز غالي زاد تسكن فيه العباد لوحهم وخرجهم كان نحكي لك فاش خرجهم سكنات حفيات نعرات في الاخر احنا باش يعمل لنا كاكا يحب ديه على البلاص يحب يبنيه. يا بنيتي ردعدعنا مشينا راه وفي الاخر توا هالايمات هذي تجيب امراه تويض تدهن ولا تحلف فينا تقول لنا انت هذيك شنية هي اذا قلت اذا سمعتها قالت لهم بالواحد توا باش الكلكم هكا تحلفوا فينا شنية. شكون اللي يتحلف فيكم؟ هذه عاد المنفذه تسكن معاه عطيها برطمان نتاعو عطيها بيرو قلت لها احنا علاش جايبنا به هذيك تو قلت عملت من غير قانون والدار ما فيهاش تبش وندعيت ولا شني ايش دخلنا نحن مدوب كندوبه دار على هذه بوليه وليداتها هدوا عليها كنهار الدار ثم باب عملوا جاري خلعوه ثم واحد يخلع بابه يا ولدي راه عمل فينا يا زيت يا سيد الرئيس يفضلك عمل لنا حل المخلوق هذا راهو عنده الفلوس احنا ما راهو باش نحكي لك يا عزيزي اللي قصرناه واللي عملناه عراني راني شو نعمل المحامي بقداوي واحد يولي ضدي نقسم لك منهم مر
ضدي جاري عيني اعطيته مليون وجاني ضدي قال لي مازال 15 يوم واهلا اهدم الدار عليه. قلت انا علاش عملتك ما مش حامي والله نايت. شوف المحامي اللي وكلته جاي ضدك اي يجي ضدنا يجي معاهم هو يوليو معاه يا عزيزي. نقسم لك بالله واني مره كبيره كان نزيد عليه راه واسمه انا ساق في القبر وساق البر الكل باش لا يبارك بالك لا يبارك يعمل لي كل اللي هد علينا يرتاح على احنا كعملنا نازله مع بعضنا الكلنا 12 وخبرتهم اش عمل مشى ما واحد عملناه قال لي كل واحد وحده يا ولاد عملنا مع بعضنا باش نتعاون قال لي كل واحد وحده باش يختار من الفرس غلبنا هاكا باش غلبنا كي ولا كل واحد وحده يخرج بالواحد وتجي وحده توا في الاخر تحلف فينا توا انا داري براسي براسي وجاري سمعتها متحيره نطل يقول لي ادخل ادخل قام ولدي قال ما ندخلش دارنا هذيك امي كي قال له هذيك امي يعرفوني انا خزر هز راسه قال لي هذيك امي نقول له قلت توا انا كي نسمع حربه في البلاص ما نخرجوش نطلوا ميما توا انت جارك محير ولا هدوا عليه خرجنا ادخلوا ادخلوا اللي يدخل يقول له سكر بابك وادخل يا ودي قلت له علاش شكون اللي هدوا عليكم؟ هذا ما اللي جاوا بوليسيه اللي جيبهم هو جاوا مخر راهم ما تشكون يعرف عليهم بوليسيه ولا ليه ميم هي انت تو في ايدك شوميز وصاحب قانون وتقول لي هي هذه عاد المنفذه هي هذه خارجه زعما تو نخرجوها وانتم بالواحد تو كلكم باش يخرجوك عليه كيفاش يخرجوك انت يا امي ما وانت تمشي قل وش يهم هو خليت راجلي يا راجلي في المريض مسبور سكوليت قال تو نخرجوا نزلوا دار العز عاد المنفذ وبدنا نسمع الدار نقسم لك بالله ما صاب جارتي هنا مسكينه مشات البنت هربت بالروح راجل مره كبيره مره كبيره سكنت وقت كانت اليهود ما زالت هنا هذا شنو ما شكون يرجع هذا نعمل فيا فما تكسير زاده وانتم لهنا يكسروا هي هي هذا اللي تحت كمان مسكر هذا هذا تحتي هذيا كنتي ها هو تحتي جاري تحتي وهو انا فوق منه فطنت به دار جديده طعم دار خرجوا منها خسروا عليه 10 مليون ما نسمع في الحديد هبطت وانا مره كبيره قلت له اش تهد انت يا هذا بيدو معاه واحد يهد ينحي في العرس باش نطيحوا على بعضنا قلت له طايح بينا في العرس قال لي انا مش طايح بكم طايح العرس خليها في ضاوية ها طل عليه ها طل من الشباك خليها في ضاوية زي سيجارتي هذه نحى هذا يخرج نحى العرس خليها هكاك يا بني صفتنا تبروح دخلت ساخت غرقت به يا بنتي راه معمل باش يطيحنا يا عزيزتي بنتي ما عنده حد شيء ما عنده حد شيء فيه يا بنتي نازله وهميه يعمل لنا راني انا غلبته شويه باش اللي نقول له بنا عليا راه قتلت لي راجلي باش تكملني انا يا بنيتي عندي هكاك ولد ولدي يتيم بنيتي هذاك جات تجيني ضيفه يهد علي الكل يهد علينا زيتك باش كمل يقتلني انا. قل لي توا لشكون توجه الرساله نتاعك؟ شنو تحب تقول؟ السيد الرئيس السيد الرئيس الله يخليه يبعد علينا شوف لنا حل رانا دغرنا هنا روه لكنا حتى كيف يجينا حد ولا يدخل حط حاجه يقول هزوها هذا متاعي متاعي والله يا بنيتي ما راهو اقصر هاك تشوف ضربوا اللقطات بابنا نحاهونا الا ما تشاركنا وعملنا باب خلانا منا الربي سيد الرئيس احنا كان وين راكم جيتونا الله يفضلكم باش نحكي لك اللي في قلبي وذاك كله مزلت راني راني كان نحكي لك يا عزيزي لما تقولها العباد كيفاش عايشين فيها البلاط حاطتنا راني نرقلوا هكا نرقلوا هكا نبدا نسكروا في البيبان حل باش يشمعوا الباب هو ما عنده شيء مش ليش اش قال للحاك قالوا لنا قال لنا شريته ب 50 مليون ثم بلاصه تشري ب 50 مليون هذا عام 80 قال شريته ب 50 مليون يا ولدي رانا ما جانا ما عطيناش حتى فرنك ثم ربي وديه وشوان حبينا جاني لنا قال لي اسم اعطيني توصيل اسكت واقعد انا من نعرف قلت انا كريت من عندك ها هو خرج شراطه نجيب لك كونتراتو ترى قلت له كونتراتو باسم كسكاس باسم كسكاس خرج نعطيك الكري عطيت له تروزولي صبلت روزولي خلوا لا تصبلت روزولي.